هنا في قرية كراموس في مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية يزرع الكثير من النباتات، من بينها نبات له تاريخا عريقا يرجع للمصريين القدماء، نبات البردي. بيئة مشمسة وتربة رطبة هو كل ما يحتاجه هذا النبات المائي الذي يصل طوله ما بين 4 إلى 5 أمتار. هو الفراعنة كان ده بينبت على ضفاف النيل وفي البرك، هما مش كانوا بيزرعوه، فكان ده بيستغلوه ان هم يصنعوا منه الورق، لان ما كانش حدهم تطور للصناعة، فهم كانوا بيستغلوه كنبات بيصنعوا منه الورق. انما هما ما كانش يزرعوا اراضي زي حدانا كده، طبعا احنا لا على ضفاف النيل ولا برك، فهي نفس الفكرة اللي احنا بنعملها، هي بركة وهو بينبت في البرك. يمر نبات البردي بعدة مراحل ليتحول إلى ورقة يكتب أو يطبع عليها. احنا هنقطع العود ده مقاسات حسب الورقة اللي احنا هنشتغلها. أنا دلوقتي بشتغل ورقة 40 في متر، فبقطعه عرض وطول. فأنا بسبب ديت على العرض الأول عشان احنا بناخد أتخن حاجة في العود العرض الأول. ببدأ أغير ده تاني عشان أعمل منه الطول اللي هو المتر اللي أنا إيه. تقطع العيدان أولا ثم تشرخ كما يسمون هذه المرحلة باستخدام خيط بلاستيكي رفيع. يحتاج نبات البردي للزوجة لتحويله إلى ورق، لذا يضعه عن معادل في ماء به مادة الصودا، ما يؤدي إلى تغير لون شرائحه، ثم يوضع في ماء به مادة الكلور ليستعيد لونه مرة أخرى. بعدها ترص شرائحه لتصميم الورقة. توضع الأوراق في مكبس للتخلص من المياه المشبعة بها، ومنها إلى مرحلة الكي، والتي توضع فيها ورقة البرد بين ورق مقوى ساخن لتكثيفها وفردها. في هذه القرية لا يقتصر العمل على الرجال فقط، بل على النساء التي ينقسم يومهن ما بين صناعة الورق والطهي لعائلتهن. يحولن الشرائح التالفة إلى حطب لتسوية الطعام. من قرية كراموس ينقل الورق إلى هذا المصنع الأقدم والأشهر في صناعة البردي، ليعالج الورق مرة أخرى ليصبح مثل هذه الورقة حتى يتسنى الطباعة والرسم عليها. الورق الأبيض بيجي هنا بندخله صيانة على مرحلتين. أول مرحلة المرحلة البارد، بنجيب الورق الأبيض وبنجيب قماش بنعصره مية على الآخر، وبعد كده بنحط طبقة ورق، بنحط القماش، بعد كده بندخله تحت الكرتون، في طبقة كرتون وبعد كده الورق، وبعد كده نحط الكرتون. بعد كده بيدخل مرحلة اسمها مرحلة الكبس، بنكبسه بياخد حوالي 2 أو 3 ساعات، دي أول مرحلة. وبعد كده بندخل في المرحلة التانية مرحلة السخن، بنجيب كرتون بندخله جوه الفرن بيسخن عند درجة حرارة معينة، وبعد كده بنحول الكرتون بنطلعه من المكبس اللي هو الورق الأبيض اللي دخل في البارد، بندخله تحت الكرتون السخن. بعد كده بيدخل برضو تاني في المكبس، بعد كده الورق بيطلع تاني يوم. زمان كان ايام الفراعنه كان بيتلون بالريشه، وكانت كل حاجه بتتعمل هاند ميد، الورقه والالوان وكل حاجه. بس طبعا مع تطور طريقه الشغل وعشان نطلع انتاج اكبر، الاول في جهاز كده اتعمل بسيط قوي ده في الثمانينات كنا بنطبع بيه الورق البردي، وبعد كده اتعمل السلك سكرين ماشينز دي في التسعينات، وبعد كده دلوقتي الديجيتال برينتنج ده الالفينات، طبعا ده اخر ابديت للطباعه. بس لازم
كل المكن او كل طرق الانتاج دي لازم يتحط لمسه يدويه بايد رسام علشان الشغل يبقى شكله قيم. طباعه الورقه بواسطه ماكينات سلك سكرين تمر ب 16 خطوه. التصوير ده عباره ان هو بيصور الرسمه دي على الاسطمبه دي، الاسطمبه دي اسمها شابلونه، بنصورها على الشابلونه دي وتنزل تحت في الطباعه تطبع الكميه اللي احنا عاوزينها على حسب احتياج المخزن. هي اولا الشابلونه بتبقى فاضيه خالص زي كده في الاول، بتترفع بالرافع ده بماده بتسد المسامات بتاع الحريره دي حرير بتسد المسامات دي، فلما بتنشف بقدر انا احط عليها الحاجه اللي انا عاوزها تظهر تعمل هنا على الشابلونه الرسمه، نفس الرسمه دي هي اللي تبقى على الشابلونه دي. يطبع كل لون بمفرده بواسطة الشابلونات كما يطلقون عليها، فهذه الرسمة تحتاج إلى الطباعة لثمان مرات. على عكس الطباعة بالسلك سكرين، تطبع الصورة مرة واحدة في الديجيتال برينتينج أو الطباعة الرقمية. الأحلى لحد دلوقتي هو السلك سكرين، والطرق الديجيتال برينتينج بيطلع الصورة حلو قوي وما فيهاش عيوب نهائي، بس دي مش ميزة، الميزة في ان الشغل يبقى فيه غلطات وفيه عيوب من ايد الرسام. الشكل بيبقاش واضح، احنا بنديله درجة يدوي بحيث انه يبقى الشكل زي ما حضرتك شايفه كده رسم يدوي. ليا 20 سنة في المكان وشغال في نفس في المجال ده من ساعة ما جيت 20 سنة. طبعا الورقة بستلمها فاضية من الطباعة، بس برش فيها الأجسام والتقفيل، بتجيلي طبعا فاضية بسلمها للمخزن زي حضرتك ما انت شايف. طبعا بتجي لي ورقه كده خالصه طبعا لا شغلها تاني، انا بربع الورقه دي وبروزها كده بديها شكل جمالي كده من بره واجي لزاي هنا هنا. طبعا في هنا شهاده بتحكي عن الورقه وتاريخها وكل حاجتها، وبتتكيس كده بتبقى منظر حلو، في اللي بياخدها كده، في اللي يحب يبروزها، في اللي يحب زي ما هو عايز. احنا عندنا ده وعندنا ده. التطور لا يقتصر على طرق الطباعه فقط، بل على انواع الرسومات واشكالها. بيبقى كل جست وليه طابع وكل بلد وليها الكالتشر بتاعتها، فبنضيف على الشغل حاجات علشان تناسب الجست اللي جاي، زي الجليتر مثلا زودنا شوية حاجات جليتر كده بتدي شكل كويس برضو للشغل، في مادة كده بتخلي الشغل ينور في الضلمة أو ما تطفي النور، الصورة بتبقى ظاهرة في الضلمة، دي حاجات كلها في الألفينات الأبديتس دي. احنا عندنا تقريبا 16 سكشن عقبال ما الورقه تطلع من الشرقيه من عند الارض لغايه ما توصل للبازار. كل سكشن من دول بيعمل البروسيس بتاعه وراه على طول بنراجع الكواليتي، بيعمل البروسيس وراه بنراجع الكواليتي، ساعتها بنديدكت الغلطه ما تمشيش في الموديل كله او ما تمشيش في البروسيس من اولها لاخرها. فلو ده مشى الغلطه خلاص وصلنا لغايه النهايه، ضيعنا وقت، ضيعنا ماتيريالز، ضيعنا كل حاجة وعملنا كارثة. انفرد المصري القديم باختراع الورق، ورق البردي، فكان بمثابة فخرا للمصريين. نشتغل تقريبا مع 80% من السفارات اللي في مصر، بيجوا هنا عندنا وبياخدوا شغل يعلقوه في السفارات as a يعني as a indication اللي احنا في مصر، فدي هما دايما الناس بتريليت ورقه البردي لمصر. برضو بنشتغل مع الهيئات الحكوميه، يعني اي جهه حكوميه سواء وزاره السياحه، هيئه تنشيط السياحه، دايما بياخدوا الجفتس بتاعتنا من هنا، ده برضو بيدي indication ان احنا دايما فخورين بورقه البردي. حرفه يدويه من اقدم الحرف المصريه توارثتها اجيال لم تختلف على مر العصور، فهي حلقة وصل بين المصريين وأجدادهم.